فبداية القرآن الكريم هو كتاب الله، وهو دستور هذه الأمة، وهو شفاء ورحمة، وهو الذي يرسم لنا الطريق القويم حتى نكون على مراد الله سبحانه وتعالى، وحتى نكون على بصيرة من أمرنا وكيف نعيش في هذه الحياة. ولذلك زي ما حضرتك قلت في المقدمة، إن السيدة عائشة رضوان الله عليها عندما أرادت أن تصف لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا وشاملا، قالت: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. يعني إذا قرأنا القرآن وتدبرنا آياته ومعانيه وتدبرنا أحكام القرآن في الأوامر والنواهي، فاعلم أنه ما توجد آية من آيات كتاب الله إلا وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسدها واقعا عمليا ملموسا أمرا ونهيا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نهى الحق تبارك وتعالى عن أمر، فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتهي عنه، وإذا أمر الحق تبارك وتعالى بشيء فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتمر به وينفذه. وعلى هذا فلو تتبعنا سير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أحكام القرآن الكريم قد تحولت من كونها أوامر ونواهي نظرية إلى أوامر ونواهي فعلية حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. فإذا ما تأسينا والتزمنا بسنته صلى الله عليه وسلم كنا مثله كذلك بقدر ما نستطيع قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فعلينا حتى نكون كسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبين منه أن نستظهر القرآن الكريم وأن نكثر من تلاوته. لماذا؟ لأننا كلما قرأنا القرآن الكريم كلما استفدنا معاني، وكلما أتى على خواطرنا وقلوبنا معاني القرآن الكريم، وكلما تأتي الخواطر وتزداد على قلب المؤمن كلما تعلق المؤمن بآية من كتاب الله فيها أمر أو نهي. فإذا تعلق قلب المؤمن بكلام الله أمرا أو نهيا، إنما تلمس أن ينفذ هذا الأمر أو النهي على نحو ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير ما نقرأ القرآن ولكن في وقت من الأوقات نجد أننا قد تعلقنا بآية، وكأن الحق تبارك وتعالى قد ألقى في خواطرنا تعلقا بهذه الآية فنبحث عن مدلولاتها، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفتح لنا بابا حتى نزداد إيمانا به سبحانه وتعالى وتمسكا بكتابه وتأسيا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنجد أننا قد تعلقنا بهذه الآية وأنها قد أضافت لنا شيئا جديدا، إما أن تنهانا عن شيء كنا نفعله وقد كنا نفعله هو غائب عن ذهننا، وإما أن نمتثل بأمر فنأتي منه ما استطعنا وهو أيضا كان غائبا عن ذهننا حتى نزداد إيمانا وقربا بالله سبحانه وتعالى وقربا من سنته صلى الله عليه وسلم. المعين على قراءة القرآن هو اجتماع الناس على قراءة القرآن. لأن الإنسان إذا ما قرأ منفردا قد يقرأ يوما ويكسل يوما، ولكن إذا ما اجتمعنا واتفقنا على أننا سنقعد بعد صلاة كذا لقراءة القرآن، فكل واحد يكون له حصة كده في القراءة، كل واحد يقرأ ربع ربعين، والجماعة تزداد، وكل شوية الإخوة المحبين لتلاوة القرآن وخصوصا لو كان معنا شيخ يجيد القراءة ويصحح القراءة، هذا أعون على المداومة على تلاوة كتاب الله وفهم معانيه. في شهر رمضان كمان يا دكتور علي، خصيصا بعد صلاة العصر، شوف بعض الناس مجتمعين كده بشكل جميل نسميه مقرأة، ولكن شهر رمضان هو معين بنفسه. الله، يعني حتى الإنسان الله. لو كان منفردا شهر رمضان في الحقيقة معين بنفسه. يعني أحيانا في بعض الناس من تتلو القرآن الكريم بصفة مستمرة في شهر رمضان، حتى أن الواحد منهم قد يصل إلى نصف الختمة في اليوم الواحد، نعم، وإلى ختمة كاملة في اليوم الواحد، نعم. ليه؟ لأن الصيام والتفرغ للعبادة وامتثال أمر العبادة المستمرة في شهر رمضان وحب الازدياد في الطاعة في شهر رمضان، هذا بذاته معين على أن نختم القرآن في كل يوم مرة أو على الأقل نصف الختمة في اليوم.
نعم. كثير من الناس يفعل هذا. وقد نقرأ 10 أجزاء، وقد نقرأ مثلا 7 أجزاء، يعني ربع الختمة أو نصفها، وهكذا على بقدر ما نستطيع. ولكن أحيانا بنجد نفسنا بعد شهر رمضان ما بينتهي هذا الأمر بيقل، وكثير من الناس من يحزن لهذا فتور ويقول أنا كنت في شهر رمضان بقرأ في اليوم 5 أجزاء و10 أجزاء و15، ولكن الآن أقرأ جزء أو جزئين في اليوم. نقول له معلش ما يجراش حاجة، هذا ما بيقرأش خالص يا دكتور علي، تلاقي نفسه بعد رمضان والمبرر على طول أصل أنا انشغلت، أصل أنا مشغول، أصل مش فاضي، أصل. نعم، ولذلك لازم نعالج هذا الأمر بأن نستعين على القراءة بشيء آخر. نعم. إذا كنت لا تستطيع أن تقرأ وحدك فاستعن بذلك بأن تجتمع مع إخوانك، يعني ولو 2 أو 3 أو 4، ونتفق مع بعض أن احنا في كل يوم هنجتمع في مكان كذا ونقرأ كل واحد حتى ولو جزء واحد أو نصف جزء، ما فيش مانع. ولكن لازم يكون لنا اتصال بالقرآن الكريم كل يوم. وجميل فكرة الصحبة فيها دي مهمة، حتى لو احنا هنجتمع طبعاً. الأب في البيت مع أولاده وزوجته، طبعاً. لو في المسجد صحيح. زي ما حضرتك أشرت المقرأة وما نعم. إلى ذلك. نعم، على الأقل يكون لنا اتصال بكتاب الله في كل يوم، ولا يمر يوم إلا ولنا اتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى.